أسلوب جديد في تقديم عروض مسرح العرائس يسعى الكاتب كمال لإحداثه بريف إدلب، يتجسد في مشاركة الأطفال بالتمثيل والأداء، ولا يقتصر دورهم على الحضور كجمهور فقط. تمكين الأطفال من تأدية الأدوار والشخصيات دفعت الكاتبة لإقامة ورشة تدريبات للأطفال تضمنت مهارات كتابة القصص وتحليلها وطريقة أدائها. المسرح الدمى اللي عم نشتغله اليوم ما هي اني انا كشخص اطلع انا اقدم هاي الشخصيه بصوتي او بس بتحريك الدميه، بينما الاطفال هن اللي كانوا فعليا عم يقدموا هاي الشخصيه من خلال صوتهم، وهذا كان تحدي كبير. صوتهم هو اللي عم يقدر يوصل تاثير للجمهور من خلال الصوت، اما هي الدميه هي خلينا نسميها حياد ما ظاهره، والطفل كان برضه ما ظاهر، فكان الصوت هو اداه تاثير للجمهور، وان شاء الله يكون قدمنا محتوى جيد. لوحات مختارة من قصص كليلة ودمنة تم تمثيلها كتطبيق عملي في مسرح الدمى، شارك بأدائها عدد من الأطفال المتدربين. ضيق مكان العرض لم يمنع الأهالي من الحضور لتشجيع أداء أطفالهم، فالتدريبات التي حضرها الأطفال تركت نتائج إيجابية على السلوك والقدرات العقلية وفق تقييم الأهالي. هذا دعم لأطفالنا، دعم لإلنا حتى نحن وقت منشوف أطفالنا عم ينمو وثقتهم بنفسهم عم تكبر، نحن يعني بنكون مبسوطين كتير، ونحن بنتمنى أنه يتابعوا ويتطوروا أكثر من هيك ويقدموا شيء لنفسهم ولأهاليهم وللوطن. تعلمت كتير شغلات وقويت شخصيتي جدا، وعلموني اللغة العربية الفصحى، وعلمونا قراءة القصص والمسرحيات، وتعلمنا كتير من مسرحيات كليلة ودمنة. رغم قلة الإمكانيات المادية وعدم تبني هذا النوع من الفنون من أي جهة، يأمل الكاتب كمال والمتطوعون معه أن يكملوا مشوارهم في تنشيط مسرح العرائس بريف إدلب، خاصة في ظل الآثار السلبية التي خلفتها الحرب والنزوح على الحالة النفسية والمستوى التعليمي للأطفال. توعية الأطفال وزيادة مداركهم وتعزيز الأخلاق النبيلة لديهم أهداف سامية يأمل الأهالي أن يسهموا مسرح العرائس هذا بتعزيزها لأطفالهم باعتباره فنا يخاطب عقول الأطفال ومشاعرهم. من بلدة كفر الروسي بريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم.